بشو عم تفكر؟ ما عم اقدر افكر، حاسس وبس. معناتها ممتاز، احكي لي شو حاسس؟ هي أول مرة بحس بهذا الشعور، العشق. ما بعرف كيف بينوصف، بس يمكن أقدر أوصف. ورود، وكمان ريحتها حلوة كتير. ناريمان، أنا بوثق فيك، انتهت وحدتي معك. حبيب قلبي، أنت أغلى من روحي، وأنت سبب وجودي. منروح لهديك الجهة كمان؟ فخرية، شكرا. هي الثانية. الثانية ما؟ معناتها رح امشي وما ازعجكم. ما بدي ارجع اقاطعكم، يلا بخاطركم. لا فخرية استني. بما انه وصلنا لهون، بدي اخذكم اعرفكم على صديق عزيز علي. بس انا ما فيني اتاخر على البيت حبيبي. صديق مميز ومحبوب، ترفضي طلبي؟ أنا ما بقدر أرفض لك طلب. يا عيني يا عيني، طبعاً لما يكون اثنين عشقانين بعض بيحبوا يقضوا وقت أطول. اللي بيناتكم اسمه عشق كبير. أنتوا بتجننوا. أنا بحبك ماجد. قلت لك أنا بحبك، شبك؟ بالله ما سمعت. فخرية شو قالت؟ والله سمعت تمتمة من شوي بس ما فهمت. لك أنا بحبك موت. ها هيك سمعتها. خليكي عم تحبيني بهالقوة. أنتوا بتجننوا، ما شاء الله ما شاء الله. يا رب تحميهم، يا رب توفقهم، يا رب.